علي صوتك يا علي. الو الو، انا ايش لسه طالع امبارح من السجن، جاي النهارده اتفاهم مع زمايلي مصطفى شوقي ومحمد ناجي ومحمد عاطف وايد من الاخوه. دايما كانوا بيقولوا على مصطفى شوقي ان هو مش من الشباب اللي مارسوا سياسه، ومصطفى شوقي من الشباب الغريبه. انا كنت جاي، انا اصلا مش من بلد اسمها المحافظه في الشيخ زايد، كنت جاي انت نفسي اطلع المحافظة بتاعتي علشان كان بيسيطر عليها السياسة اللي هو المسلمين والسلفيين والجماعات الجهادية، كان نفسي أشوف ناس تانية كانت السياسة كلها. المهم قبل التنسيق جابني حلوان، فأنا ماشي جامعة حلوان لقيت شوية شباب كده بيقولوا الشباب بتاع أحمد خالد نجم وشيخ إمام والشباب بتاع المختلف الطلابية وربط الكتاب بالعدالة الاجتماعية وال أرض الأرض الطالب العدالة الاجتماعية السياسة. كان من الدكتور مصطفى شوقي، مصطفى شوقي هو اللي علمني وهو اللي علمني وعلم العشرات من الشباب يعني ايه سياسه ويعني ايه كارثات ويعني ايه العمل العام. بعد كده شاركت مع مصطفى، كنت من الناس اللي شاركت مع مصطفى شوقي في حرب الشباب من العداله الوطنيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، لما انا دخلت السجن خمس ايام اكتشفت ان في ناس موجوده من احساس محمد محمود لسه لحد دلوقتي ما زالت موجوده في السجن. وبقول ان لو الصوت اللي كان موجود ايام حسني مبارك ان هو يلف القضايا لجمعيه النشطاء زي ما حصل مع النشطاء بتوع مصطفى، فالصوت موجود لحد دلوقتي ان القضيه دي لسه شغاله. زي ما كان التعذيب شغال ايام حسني مبارك، لقيت التعذيب ما زال شغال لحد دلوقتي برضه. مفيش حد من الصعوبة واحد اتقبض عليهم في احداث العباسيه ما تعذبش وما ما اتطهرش وما حصلش كل حاجه ممكن تتعمل مع اي حد. كل انواع التعذيب اتعملت مع كل الشباب. شايف ان احنا تضامنوا النهارده مع مصطفى شوقي مع كل الشباب واجب على كل الشباب. وتضامن مع زمايلنا اللي بتاخد العباسيه صفحه واحد لمفهوم السلفيين هو واجب، ولازم كل الشباب اللي موجودين في القاعه ما ينسوش زمايلهم اللي محمد محمود اللي احنا اكتشفنا بعد ما دخلنا سجن ذره اللي لسه موجودين. وانا شايف ان الشباب النظام هيبان على الظلم، وانا شايف ان الظلم اللي فيه قالوا سلطه وفي ناس بتقول فيه حريه وكلام المرات ده، وناس لسه موجوده في السجون. فانا بطالب من كل الناس اللي موجوده في القاعه، اول حاجه ان هم ما ينسوش جميع المعتقلين المحكوم عليهم في المحكمه العسكريه في القضايا محمد محمود ومجدي سرودر وختاما بالعباسيه، وبطالبهم بالوقوف بجانب زمايلنا المتهمين في احداث جريمه المسافه. وشايف ان كل ده ماشي بخط واحد اللي هو خط الثوره اللي هو عيش حريه عداله اجتماعيه. عمر ما هيبقى في عداله وناس مظلومه، عمر ما هيكون في حريه الناس طالعه تطالب بحقها بتحس ان الدنيا مش برضه. اخر حاجه خلاص هقولها برضه لكل زمايلي ان هم يقفوا مع مصطفى شوقي والشباب المحبوسين في قضيه مصر، ويقفوا مع الشباب بتوع العباسيه اللي تاخد العباسيه الصعوبيه. ويا رب ويا ريت ما نسمعش منكم ان في شباب سلفيين ومن شباب ربيع تقناه وشباب 29 صفحه واسماعيل. انا في اسمع الناس ديت وشفت الناس دي محبوسه ليه وناس دي على ايه. وفي 40% من الشباب دول فعلا تحفه تحفه ما بيستمروش اي علاقه باي حاجه وموجودين في الاحداث وهيلبسوا علشان النشطه السياسيين اللي موجودين في القاعه مش بيدافعوا عن اصحابهم بس. يعني الشباب لما طلعوا تحت المسار على في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء طلعوا بعد مزامينهم طلعوا اللي هم يعرفوهم ناموا وسكتوا. احداث العباسيه نفس الشيء بيتكرر، العمليه تركزت حوالين اشخاص معينه بتوع جامعه الوطن ركزوا على زمايل بتوع جامعه الوطن القاهره عملوا نفس الوضع بتوع الجامعه الالمانيه عملوا نفس الوضع، وفي الاخر هيحسوا الزمايل هيحسوا زي العدد المعتقلين الصحفيه في الاخر هيطلع 100 200% هيجي ارجوكم ما تنسوش تاني. كان دايما في السجن اللي هو كنا بنصلي كده الجنائيين يعني السجن مع الجنائيين كان الجنائيين كانوا بيقولوا لبعض
اللي بيتكلم عن الصبر والشراب بيصلي فهو مش راضي. وانا بقول احس اي حد مسجون في السجن فهو مش راضي. وانا المعنى هو بيكون سكوني شويه بس انا مش قصدي اللي هو الذكوريه بالمعنى، بس قصدي المعنى اللي هو الشعب بتاعنا. اي حد هيسيب زباين اللي موجودين في السجون فهو مش بني ادم اصلا، وما يدورش على نفسه انا واحد ناشط سياسي او بعمل العمل اللي انا بشوفه.